شيخ أحمد خليف شيخ محمد يوفدي أو هجامين يه يا مقالة ذا بوهود للجوسو دوي وحنا وري إنه قصدري وري علي دكتور مقالة بوهود لنا وحمان تسوى قاري وفتي بلادن أو هجامين يا شيخ أحمد خليف شيخ محمد ربيع أو كم دعو المودين كصماليات كنا سوك عتمي ديجان كيجوري أو فردي الشيخ أو يهاي شيخ يا أبوه الله وحكوسه دوي دوينا أبو فربضن وحنا لقوه ارتجي دولت ك مغلدة أبوه الله وحنا شيخ يوفتجه جمل يلصو قلبي مغلدة تنبوه الله شيخ يا أنت بدن وحنا لقوس ورتشي ودوي ك ووين سوق لمغلدة أبوه الله وحنا إن ده قبنيين قال الدجال أو فربضن أو شيخ يوفتجي س قلبينا يي شيخ يا مركي دم وحنا لقوس قلبي حرمت حرت كنت على دولت ك مغلدة أبوه الله وحنا هلك كوسه دوي دوينا أبو فربضن أو يجو وتي على مقيان وحا أغهرين صحافة لها اللي اسماشين أو كم وحمان تسوق علي مقالة أبوه اللي وفتي بلادن أو أوه قامين أيوه شيخ محمد ربيع شيخ محمد خليف شيخ محمد شيخ محمد خليف شيخ محمد خليف شيخ محمد ربيع الدين هي إلما الشيخ إيو كبردي ربيعية ذا رجي هو وينا أوردن أيه قامين أيان أيا سوق علي مانتا هالك كان نائمك أين لا فديه أين لا تشوجا؟ مركا حقيقة سوق عتمان. وحقيقة سوق عتمان وحي مري إنه كرمير كل سمين إن طريقوين كمل أي تشوجان بشرش عند ربيع مل أي تشوجان ب أي كل سمين إن كرمير مل كستو أي تشوجان سي أو براروشيان وقول يعني هذا الكوريجي تأكيديا نبتقلي هذا إلى لين تدين تا عن إلى الدعاء عامة الدعاء الكوريجي على بري. iy dadko oo ilaahay loo bariyo oo hoobdoon iyo naxariis iyo nabadgelyo ilaahay loogu duceeyo iyo diin akhris arrimahaas ay u socdeen kana wacyi galiyaan meelahay joogan xirtu meel ay joogan laakiin sheekh waa yimi waa la soo dhaweeyay si weyn saxaafadda inay la hadasho ama muqaal laga doowa diideen maxaa soo galay culimada culimada kale wala arki jiray maxaa waxa soo noo fahmay daalan yihiin in badan bay soo socdeen way daalan yihiin waqtiga aynu joognana waa aragtaan marka wixii laga doonayay waa warbixin warbixintina inta aanu idin sheegney way ugu dambeyntii waqtigan uu hoggaaminayay sheekh axmed khaliif sheekh maxamed rabiic ayaa ku soo hakaday deegaanka dandan oo dhinaca bariga ee beegal magaalada buuhoole waxaana halkaas ku kulamay kula soo qaatay culimada deegaankaas iyo wax garad kale waqtigan ayaa lagu wadaa inay maalmaha soo ka sii joogi doonaan magaalada tan buuhoole ee xarunta gobolka cayn bacal cismaan isbaal dr wararka telefishka caalamiga ismaali channel buuhoole